القادمة يعني مش بس الإسماعيلي، كل الأندية المصرية، وأكيد كلنا دعم للنادي الإسماعيلي باسمه وتاريخه الكبير. إن كابتن شاء عماد، الله. رأيك في المباراة؟ وأيضا يعني حسيت الشكل اللي نهى بيه ميدو لو كان بدأ بيه المباراة ممكن كان يبقى مؤثر أكتر. في البداية ربنا يكون في عون ميدو صراحة، يعني لازم نديله عذر كبير جدا. كابتن محمد صلاح اتكلم في نقطة مهمة جدا، أنا كمدير فني عندي مشاكل كبيرة جدا للاعبين وما عنديش مجلس إدارة أتكلم معاه. طب أنا هحل مشاكل اللعيبة دي إزاي؟ لما لعيب يجي يقول لي أنا حقوقي ما باخدهاش، هوعده بإيه؟ الطبيعي المدير الفني بياخد كلمة من مجلس الإدارة بينقلها للعيب، هو مش لاقي ده، فهو مش عارف يرد على اللعيبة. هو يا عيني بيتكلم مع اللعيبة بيتعامل معاهم نفسي بس، اللي معلش والأمور هتتظبط وإن شاء الله اللي جاي أحسن، لكن في الآخر في لعيبة عندها مسؤوليات. أنا سامع كلام هناك إن في لعيبة بتبيع عربياتها عشان تبدأ تسدد التزاماتها، فده بالنسبة للعيب الكورة الموضوع صعب جدا. من واحد الامور مستقره بالنسبه له، لعيب ظروفه مستقره، المره واحده يبدا الحياه تبوظ عشان خاطر التزامات حقوقه ما بياخدهاش. فالموضوع صعب جدا جدا بالنسبه لميدو، صعب للعيبه، لكن في نفس الوقت يعني انا بعذرهم، عشان اكون صريح معاك، بعذر لعيبه الاسماعيلي بالكامل بالكامل. في نفس الوقت في حته بتاعتك انت بقى، هل انت شخصيتك تقدر تفصل وقت 90 دقيقة؟ دي بترجع للعيب عن التاني، وما لومش اللعيب اللي مش عارف يفصل على فكرة. ما لوموش، لأنه بيفكر في بيته، عنده يعني التزامات لازم ينفذها ويسددها، فشيء طبيعي هتاخد منه. لعيب الكورة طول الوقت عشان تاخد منه أحسن حاجة نزله الملعب مرتاح، حلله كل مشاكله. لكن هنا اللي احنا شايفينه مشاكل كتير قوي، فهل ميدو هيتكلم فنيا ولا هيتكلم نفسيا ولا اللعيبه ذهنها حاضر انه يقدر يحفظهم التكتيك اللي عايز يعمله؟ فالموضوع بيبقى صعب جدا، فربنا يكون في عونه.